بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فانفرقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين كجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، كان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة. فهذا اليوم للأرض يا
البشرى بسعد يا رسول سلم عليك لواتو الله عليك لربي سيدته أو سناه لها أو يدرك الفعم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو يفنى الزمان وفيه ما لم يصف وعلى آله وعشرة المؤمنين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ما نظرتك من رأي حفاة العملية عبودا توجهت إلى الله متوكلا بشيء وحديث محمد صلى الله عليه وسلم العمل المقبولا التجويد والجهاد الخالصة والسلاح الموصولة له إليك بأشرف المساجد لديك سيد المرسلين عبد الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته الأمين من ذلك من عبادك فاستغي كرسي شارك يا حبيبي ذلك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص الجهاد واجب قائدك التبي في جميع الأمطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان الأهلها معمورة معنى وصورة الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة المرهوب من عذابه وسبته المطاع سلطانه عزهم بأهلاك وعزهم بدينه وأقربهم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمرا مفترضا أوشج به الأرهام وألزم به الأنام فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم ولا يجتمع اثنان ولا يختلفان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق ما بعد فإن الله أحل النكاح وندب إليه بقوله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقال تعالى عاملا بالتقوى يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصلي وأصوم وأفطر وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. أستغفر الله من ترك الصلاة ومن تقصير في الصلاة. أستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير في الزكاة. أستغفر الله من ظلم الخلق. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. يا عمر بن أحمد الحتمي، أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. يا عمر بن أحمد الحتمي، زوجتك ونكحتك محتوبتك رفيقة بنت محمد الحسني الآتي لي وكلي في تزويجها والنكاح منك مهر 10,000 روبية نقدا. قبلت تزويجها ونكاح بالمهر المذكور. بارك الله فيك. بارك الله فيك. والسعادة الأبدية. اللهم بارك لهما واجمع شملهما وعلم الرفقة بينهما وارزقهما الأرزاق الحسية والمعنوية وارزقهما الطيبة الذرية الكثيرة الطيبة. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أنتم علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. دواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دواهم أن الحمد لله رب العالمين. Akhirnya ku menemukanmu, saat hati ini mulai merapu, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkau lah segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahan, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintai.